اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج مصر تستطيع. كل سنه وحضراتكم طيبين طبعا اولا. ثانيا، زي ما حضراتكم متعودين انه برنامج مصر تستطيع بيقدم خدمه لطلاب الثانويه العامه وتحديدا قبل مواعيد الامتحانات، وكل سنه بنقدمها بشكل مختلف. احنا كنا عملنا مجموعه من الحلقات في السنوات اللي فاتت مع اوائل الثانويه العامه، واخدنا منهم نصائح ليلة الامتحان ونصائح ما قبل الامتحان. السنة دي فكرنا ان احنا نعمل المسألة بشكل مختلف شوية، وهي ان احنا نراجع مع بعض المواد بشكل تفصيلي بس في شكل لعبة، نلعب مع بعض، نعمل مسابقة. معانا مجموعة من الطلاب المتفوقين جدا في المدارس، هنسألهم، نفتكر مع بعض، نذاكر مع بعض. عاوز اقول لحضراتكم ان النموذج ده اللي موجود وتم اعداده من قبل وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني، وتم اعداده من مستشاري المواد. احنا هنبدا النهارده باللغه العربيه، مستشاري اللغه العربيه هم اللي عملوا النموذج ده. حقيقي وانا حتى شخصيا قاعد بقرا في النموذج او بذاكر فيه، كنت اول مره اشوفه قبل الهوا يمكن بنص ساعه عشان يعني اذاكره، اشوف ايه اللي جواه. احساس جميل ومختلف وبتعلم، يعني بتعلم مع اولادنا وضيوفنا الاعزاء في الاستوديو، واحنا كلنا كاباء وكامهات وكاهالي وكاسر، تعالوا مع بعض نتفرج على النوع ده من المسابقات، نذاكر ونذاكر مع اولادنا واولادنا يلعبوا، ونحول المذاكره الى بدل ما تكون من طرف واحد بيشرح طول الوقت الى طرفين بيتعلموا مع بعض في شكل تسابق. النهارده احنا بنتشرف بوجود فريقين داخل الاستوديو، والفريقين هم اختاروا يسموا نفسهم باسماء شعراء كبار. طبعا عندنا فريق باسم امير الشعراء الشاعر احمد شوقي، وهو فريق البنات، وياسمين وهيفن. اهلا وسهلا بك ياسمين، اهلا بك يا هيفن. وعندنا فريق الشاعر حافظ ابراهيم، وبيمثلوا احمد وحازم. اهلا وسهلا بيك يا احمد، واهلا وسهلا بيك يا حازم. طبعا انتوا عارفين القواعد بتاعه المسابقه، اول قاعده احنا ما بنبصش في الورقه اللي في ايديا بالظبط لان ما فيهاش الاجابات. الاسئله دي ممكن تلقوها في الامتحانات، يعني مش نفس زيها بالظبط، لكن هو نفس النموذج القريب القريب من الامتحانات. بس انا عاوز اطمن في الاول، انتوا جاهزين للامتحانات ولا ايه؟ هيفن عملت ايه في رمضان والعيد كنت بتذاكر ازاي؟ هو انا عادي يعني، كنت بذاكر كاني عادي ماشي عادي طالما انا في رمضان يعني، عشان يعني كنت بمشي عادي بذاكر الصبح مثلا، وبذاكر مثلا بختار الماده اللي انا هذاكرها عندي اذاكرها وتمام، وبعد كده احل عليها، ابتدي احل بقى عليها الحاجات اللي. وانت يا ياسمين كنت قبل الفطار ولا بعد الفطار في المذاكره؟ قبل الفطار اكتر. قبل الفطار كنت تركيزك اعلى يعني؟ كنت تركيزي اعلى شويه. طيب تحبوا نبدا احمد وحازم، نبدا بالاسئله الصعبه ولا السهله؟ مش سهله، خلينا نسخن شويه. والبنات تحب ايه؟ سهله برضه. سهله بس للاسف الشديد عاوز اقول لحضراتكم ان هم محضرين اسئله من الاكثر صعوبه الى الاسهل. خلينا نبدا بالصعب واحنا مركزين وفايقين، وبعد كده نروح للسهل. وطبعا ليديز فيرست في الصعوبة بقى، يبقى ايه ليديز فيرست ولا الولاد الأول؟ زي ما ليديز ولاد خلاص، هما قالوا كده يبقى نبدأ من عندكم. الصعب يبدأ بالرجالة صح ولا يا شباب؟ ها؟ طيب ده بيت شعر للشاعرة ليلى الأخيلية، وهيبقى عليه سؤال وتعالوا مع بعض نجاوب السؤال. بيت الشعر بيقول: ونعم الفتى يا توبة كنت لخائف أتاك لكي يحمى ونعم المجامل. المحل الإعرابي لجملة نعمة الفتى: ألف ليس لها محل افتتاحية، ب في محل معطوف، جيم في محل نصب، دال ليس لها محل جواب القصر. والسؤال قدامكم على الشاشة. سهل خالص فكروا. ألف إن شاء الله. ألف اللي هو إيه؟ ليس لها محل افتتاحية؟ وأنت رأيك إيه؟ ألف متفق معاه؟ رأيكم إيه يا بنات؟ ألف؟ طبعًا
انتوا عارفين انه الشاعرة ليلى الأخيلية هي تالي الخنساء في المرتبة، يعني هي من الشعراء الكبار. والسؤال بصراحة يعني عشان نتفق مع بعض هو صعب، واحنا قلنا هنبدأ بالسؤال الصعب. هديكم فرصة تانية أو فرصة أخيرة، لأنه عشان السؤال صعب هقول لحضراتكم الإجابة غلط، هي مش ألف، بس عندنا فرصة تانية، وطبعا ليكم انتوا الأفضلية لأنه ده في السكور بتاعكم. يبقى ب في محل معطوف، ج في محل نصب، د ليس لها محل جواب القصر. جيم في محل نصب. يا بنات متفقين؟ احنا شايفينها به. شايفينها به اللي هو في محل معطوف. احب اقول لكم ان الولاد كسبوا اول نقطه. الاجابه مظبوطه، في محل نصب. السؤال الثاني للبنات، وهديكم فرصه برضه زي ما اديت للولاد فرصه. هو بيت شعر لابو الطيب المتنبي بيقول: وما قتل الاحرار كالعفو عنهم، ومن لك بالحر الذي يحفظ اليدا. المحل الاعرابي للكاف الداخله على كلمه العفو. مفعول به، حرف جر، فاعل لا محل له. صعب السؤال يا ولاد ولا ايه؟ لا محتاج تفكير. نلم الورق. دال لا محل لها. دال لا محل لها. حضراتكم شايفين ايه؟ متفقين. انتوا ايه دايما متفقين مع بعض في الايه؟ في الصح ولا في الغلط؟ في الصح ان شاء الله. في الصح ان شاء الله وكل حاجه باذن ربنا، بس برضه متفقين مع بعض في الغلط. عندنا فرصه ثانيه، انا عارف هو دول اصعب سؤالين بس عشان والاسئله هتتدرج بعد كده. ليكم فرصة تانية يا بنات، خلي بالكم هما واحد هما معدين. يلا هما ثلاث إجابات، الموضوع سهل يعني. المفعول به، حرف جر، فاعل. ده متنبي ده وكان عنده 9 سنين كان بيقول شعر. 9 سنين بقى صح؟ لغة العرب. كان بينظم القصائد يعني. طبعا كل سؤال ما نعرفوش هنذاكره بقى مع بعض، وكلنا احنا كلنا هنذاكر مع بعض. نديلهم 10 ثواني كمان عشان نبتدي ايه ياخدوا دون اجابه نهائيه. ثلاثة اثنين واحد يلا، عاوزين اجابه. حرف جر. حرف جر. انتوا يا اولاد شايفين احنا وصلنا برضه نفس الحاجة. انتوا متفقين بقى مع بعض؟ انا ما بعرفش الأسئلة أصلا. متفقين مع بعض؟ طب واتفقتوا المرة دي في الصح ولا في الغلط؟ هي ملهاش لما تبقى حرف جر، لأن لو ملهاش محل إعراب فعلا الحاجة التانية يبقى حرف جر. هي بالاستبعاد. يعني هي بالاستبعاد فعلا. طب بس في الإجابة دي بقى أنتوا محتاجين بلان سي. إجابة غلط للأسف الشديد.
كده 1-0. السؤال هنا بيت برضو شعر لأبو نواس، بيقول إيه ده للأولاد اللي هو فريق حافظ إبراهيم: وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد. المحل الإعرابي للمصدر المؤول هو ألف رفع، ب نصب، جيم جر، دال جزم. في محل رفع. انا ما اعرفش الاجابه عشان ما اكذبش عليك. متفقين؟ ها؟ متفقين؟ اتفقتوا على حاجه صحيحه. 2-0. سؤال بقى لفريق البنات، فريق أحمد شوقي: كل عيش ما لم تطبه حمام، كل شمس ما لم تكنها ظلام. جملة لم تكنها في محل جر نعت، جر مضاف إليه، رفع خبر، ليس لها محل صلة الموصول. عاوز افرح بيكم بقى. الاجابه تبقى دال، ليس لها محل صله الموصول. الاجابه دال، ليس لها محل صله الموصول. طب هديكم فرصه ثانيه، هي الاجابه غلط بس هديكم فرصه ثانيه. الف جرنعت، ب احنا الف خلاص استبعدناها صح؟ لا اخترنا دال. اختار انت اخترتوا دال. طيب ماشي، يبقى عندنا ب جر مضاف اليه، جيم رفع خبر، ودال احنا استبعدناها، تبقى ايه؟ جر نعت. جر نعت. في الحقيقه انا حاولت يعني اساعدكم مرتين واستبعدت بالقصد الف، بس انتوا رجعتوها تاني. اسف الاجابه غلط. كده احمد بيشاوي هيزعل. امير الشعراء. طبعا الاجابه صح، هي جر مضاف اليه. السؤال اللي بعده: قرأت قرطاسا، أي صحيفة. ميز مما يلي إعراب كلمة صحيفة: مضاف إليه، خبر لمبتدأ محذوف، بدل أو نعت. انتوا عارفين شكلكم كده، عارفين، بس هتاخدوا فرصة. على فكرة لو جاوبتوا غلط وهم أخدوا جاوبوا صح هديتهم نقطة. انحياز بقى، ما تزعلوش بقى. ثلاثة، 2-1. مضاف إليه؟ الإجابة مضاف إليه غلط. يلا يا بنات. عشرة، تسعة، ثمانية، سبعة، ستة، خمسة، أربعة، ثلاثة، 2-1. ها نقول اتفضل. ب ب خبر لمبتدأ محذوف. غلط برضو، يا ريتكم ما قلتوا. طيب هي الإجابة الإجابة بدل. كنت حاسسها الاول. انا اول اجابه قلتها. ايوه، لان والله وانت بره. بس ما فيش نقط بتتاخد بالنية يعني. بالظبط. ايوه. 2 صفر. طيب السؤال لحضراتكم، عندكم فرصة بقى تعملوا ريمونتادا اهو، فرصة. السؤال هو من آية قرآنية من سورة الحجرات، الآية رقم 5، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم:
ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. ميز مما يلي المحل الإعرابي للمصدر المؤول الوارد في الآية الكريمة: رفع مبتدأ، رفع فاعل، جر مضاف إليه، لا محل لها. عاوزين تعوضوا طبعا عادينا منها، بس مش هتاخدوا منافسه كويسه. ثلاثه اثنين واحد، اجابه رقم ب اثنين واحد. قلت لك امشي ورا قلبك، لو كنت مشيتي ورا قلبك كان زمانها دلوقتي 2-2، صح ولا غلط؟ طب كده منافسة اشتدت جدا، 2-1، وان شاء الله عندكم فرصة تعملوا المنتدى سريعا ان شاء الله، وعندكم فرصة تخلصوا الماتش بدري بدري ان شاء الله بعد الفاصل ان شاء الله. ورجعنا لحضراتكم تاني ومراجعة امتحان الثانوية العامة في مادة اللغة العربية، ودي مبادرة بتعملها متحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في ان احنا بنراجع المناهج بتاعتنا في شكل مسابقات مسلية مع اولادنا، عشان كمان احنا كمان نذاكر معاهم في الثانوية العامة. وبفكر حضراتكم انه اللي حط الأسئلة دي أو وضعها هو مستشاري اللغة العربية المسؤولين عن المادة، ومعانا فريقين من الطلاب المتفوقين، فريق حافظ إبراهيم وفريق أحمد شوقي. كانت النتيجة قبل الفاصل 2-1 لصالح فريق حافظ إبراهيم. السؤال لحضراتكم، ودي أسئلة ذات بدائل متشابهة: أما أنت برا فاقترب، أما أنت برا فاقترب. ميز سبب نصب كلمة برا في المثال: ألف خبر، ب تمييز، جيم حال، دال مفعول به. وده طبعا من ألفية ابن مالك. هتمشوا وراء قلبكم ولا وراء مناقشات؟ مناقشات. بس هو في الامتحان مش هتقعدوا تتناقشوا مع بعض، فلازم طب هقول لكم حاجه، هديكم فرصتين، انت فرصه وانت فرصه، يلا. ماشي. مسابقه جوه مسابقه. تمام. يلا حازم. حال. حال. احمد. حال. انت كده ما خدتش الفرصه الثانيه. ملتزم بروح الفريق. بحييك على روح الفريق، لكن للاسف الاجابه غلط. بنات عندكم اجابه؟ هو قال حال صح؟ ما تفرحوهمش فينا بقى، يلا يا بنات شويه يلا. تمييز. اجابه غلط للاسف، هو الف الإجابة خبر. إزاي؟ خبر كان كمان. السؤال بتاعكم، عندكم فرصة لسه، احنا 2-1 وعندكم فرصة تعملوا ريمونتادا. انتوا عارفين يعني ايه ريمونتادا؟ العودة. العودة. جامدين بتفرجوا على كورة زيكم اهو. في بلاي ستيشن بقى وحاجات ولا لا؟ مفيش عادي ولا في؟ عشان طالما احنا مع اخواتكم اكيد. طب بعد الحلقة دي كده مش هيبقى في بلاي ستيشن، هندخل معسكر نراجع بس. طيب ده بيت شعر برضو
إن الله يرجعني من الغزو لا أكن، وإن قل مالي طالبا ما ورائي. إعراب لفظ الجلالة في البيت السابق: فاعل، نائب فاعل، اسم إن، مبتدأ. بس احنا في الامتحان بناخد فرصه في المناقشه؟ متهيألي لا، صح؟ لا. طب انا هعمل معاكم زي ما عملت مع الولاد، كل واحده تختار الاختيار اللي هي شايفاه صح. انا شايفه فعل اللي هي الاجابه الاولى. وحضرتك؟ اسمي امي. طب لو اتفقتوا انتوا الاثنين على اجابه تتفقوا على ايه؟ في اجابه من الاثنين صح. ممكن نختار فاعل. تختاروا فاعل؟ اه. عاوز اقول لحضرتك للاسف الشديد، للاسف الشديد اتعادلوا معاكم 2-2. مظبوط، الاجابه مظبوط، فاعل. السؤال اللي جاي ده ده مين بقى امرؤ قيس؟ رأس الشعراء العرب. الموضوع صعب جدا. طيب البيت بيقول: وإن تك قد ساءتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي. سؤال تقيل قوي. علاقة المجاز المرسل في البيت: الجزئية، السببية، المحلية، المجاورة. اتنين اتنين، والموقف بقى صعب يا شباب. ها؟ أنا هلعب معاكم بعد كده في اللي جاي بقى عشان عندنا إجابة. اتفضل. ألف الجزئية. ألف الجزئية. ليك برضو حق الاختيار. لا أنا متفق معاه الجزئية. متفق معاه في الجزئية. ها؟ عايزين جزئية برضو. برضو أنتوا الأربعة متفقين؟ أنتوا عارفين القاعدة بتتفقوا على إيه؟ على غلط. طبعا. دي قاعدة من الأول. ما تتفقوش مع بعض. المجاور. الصدمة. هنرجع تاني وفي حاجات هنذاكر فيها. ماشي يلا. السؤال اللي بعده لحضراتكم كده، عندكم فرصة. اوكي. احنا موقفنا كده غلط يا ابو حميد. عاوزين نشد حيلنا شوية. ماشي. وذي رحم قلمت أصفار ضغنه بحلمي عنه وهو ليس له حلم. الجزئية، السببية، المحلية، المجاورة. شايفين ان هي محلية. المحلية برضو محلية. متفقين مع بعض؟ اه. حضراتكم ونصيحة مني ليكم: ما تتفقوش. احنا شايفين اللي هي السببية. حضرتك متفق معاه؟ طيب. طيب قدام حضراتكم حاجة من الاثنين. يا إما تاخدوا نص نقطة ليكم لأنه إجابتكم صح، يا إما تهدلوا من النقطة بتاعتكم. نشوف ما شاء الله. الموضوع تعادل دلوقتي. ما شاء الله، جدعانه جامد قوي الولاد ده. لا لا، كان لسه في البدايه يعني، كان لو لسه احنا سنة على ايامنا كنا بنسيب كل حاجه يا ابني والله. الزمن اتغير. ف
طيب يبقى انتوا عندكم نص نقطه كده. تمام احتفظتوا، بس مش هتاخدوها نقطه كامله غير لما تاخدوا منهم سؤالتين. يعني لسه النتيجه 2-2 ليكم الافضليه. هنركن الكلام ده على جنب بعدين. السؤال للولاد بقى مش البنات. مالي ومال الظهر ما من مطلب ادنيه الا لج في اقصائه. حدد مرجع الضمير ها الغائب في اقصائه. الشاعر، الدهر، المطلب، ادنيه. الشاعر، الدهر، المطلب، ادنيه. من المطلب. مظبوط، إجابة سليمة. ثلاثة اثنين. طيب السؤال بقى لحضراتكم، وده يعني ايه يعني بيت شعر ميخائيل نعيمة وبسيط كده، حاجة كده بتحبه. ها بس هو ممكن يبقى لك فرصة لو هم ما عرفوش يجاوبوا. اوكي ان شاء الله. طيب يلا شوفوا لك والله. اتمنى الخير لزمايلك برضه، اتمنى الخير ليك ولزمايلك يعني. فلا كواكب الا كان لي سبل فيها، ولا تربة إلا بها أثري غدا، ولا أمس لي حتى أقول غدا، فلتمحها الآن من نطقي ومن فكري. طيب حدد مرجع الضمير ها الغائب في تمحها. الكواكب، الغد، التربة، الأمس. الها هنا عايدة على إيه؟ الأمس. ليكم برضو اختيار، كل واحدة فيكم تختار إجابة. حضرتك اخترتي الأمس. حضرتك؟ أنا اخترت الأمس برضو؟ متفقين دايما كده مع بعض؟ هي لسه يعني أنا اخترت الأمس، ولسه هي كانت عندها إجابة تانية. ياسمين؟ الغد. الغد. طيب يعني يعني اكون واضح كده مع حضراتكم، احنا عندنا برضو رجعنا لنفس النقطه اللي طول الوقت بنقف فيها، في اجابه صح وفي اجابه غلط. اتفقوا على اجابه. في واحده فيهم صح. الامس ولا الغد؟ احنا ممكن نكون اتفقنا على الغد. اتفاقكم انتوا اتنين على الغد؟ هما دايما بيتفقوا انهم يتعادلوا معاكم 3-3. الاجابه صحيحه. سؤال لحضراتكم. رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت، وطبت النفس يا قيس عن عمرو. إعراب كلمة النفس. اختياره مفعول به، فاعل، تمييز، بدل. بدل. هيك اخترت بدل. وحضرتك؟ متفقين على الإجابة. متفقين على الإجابة ودايما متفقين على الغلط. إجابة غلط. الموضوع هنا بقى سهل. ها؟ فرصة 3-3 وعندكم فرصة اهو. ناهيك بالعلم سلاحا. إعراب كلمة سلاحا. تمييز، حال، مفعول به، خبر. ناهيك بالعلم سلاحا. تمييز، حال، مفعول به، خبر. إعراب كلمة سلاحا. Thank you.
زي الولاد مفيش فرصة. 5 4 3 2 تمييز حال مفعول به خبر. سؤال سهل على فكرة. خلاص احنا ممكن نقول ان هي خبر. ده ايه؟ وايم ولا قاعدة ولا استبعاد؟ لا استبعاد صراحة. استبعاد ها؟ طب إجابة غلط، لأنه السلاح مش ممكن يكون حال للعلم ومش ممكن يكون خبر للعلم، لأنه العلم يعني ما يكونش خبر، هو تمييز سلاحا، يعني هو تمييز واضح جدا. العلم سلاحا يعني تمييز، تمييز واضح جدا. أنتوا كنتوا عارفين كمان. وما زلتوا متفوقين 3-3 لحد دلوقتي، بس انتوا معاكم معاكم النص اللي هي الافضليه بتاعت الكاتا. المنافسه جامده جدا. بعد الفاصل هنرجع تاني مع حضراتكم نذاكر مع اولادنا اللغه العربيه في الثانويه العامه. ورجعنا لحضراتكم تاني وبنكمل المنافسة القوية جدا والشرسة جدا بين فريق حافظ إبراهيم وفريق أحمد شوقي، وبنعمل مع بعض مراجعة اللغة العربية في الثانوية العامة بشكل مسلي زي ما حضراتكم شايفين، وإحنا كمان بنستفيد معاكم وبنتعلم معاكم كلنا. يا ريت نجمع أولادنا عشان نتفرج على ده ونتعلم منه. المرة دي بقى النقطة بنقطتين هقول لكم ليه، لأن ده بيت شعر لأحمد شوقي. يعني دول نقطتين من المنافس. مفيش حاجة لحافظ إبراهيم. يعني عاوز أقول لحضرتك يعني مستشاري المادة اللي وضعوا الموضوع، لو في بيت لحافظ إبراهيم برضه هحسبها لك بنقطتين، بس هما لو اقتنصوا من أحمد شوقي من حقهم ياخدوا نقطتين. متفقين؟ متفقين. مش بص مش عاجبها الكلام. كانوا أجل من الملوك جلالة وأعز سلطانا وأفخم مظهرا. إعراب كلمة جلالة حال تمييز توكيد لفظي مفعول مطلق. معانا 30 ثانية عشان الأسئلة سهلة. على فكرة لو ما جاوبتوش طالما بقى ليكم نقطتين النص نقطة هتروح عليك. مفعول مطلق. متفق؟ متفق. الإجابة غلط. نص نقطة راحت. كده 3-3. انتوا يا بنات سامعين؟ اه كده 3-3. هم طيروا نص نقطة. هي الإجابة تمييز برضه. ايه تمييز؟ تمييز طبعا. ما خلاص بقى، ما نوايا بقى، ما انتوا ما كان اللي فات التمييز برضه يا بنات يعني. بس جلالة يعني عزة وفخامة، يعني واضح ان هي تمييز. سؤال لحضراتكم. رب كتاب قرأت. إعراب كلمة كتاب مبتدأ مضاف إليه اسم مجرور مفعول به. تلاتين ثانية برضو زي ما اتفقنا. مفعول به. مفعول به على طول كده. رأي حضراتكم إيه؟ رأي حضراتكم ايه؟ مفعول به. مفعول به. رب كتاب قرأت. اسم مجرور. نعم؟ اسم مجرور. اسم مجرور وحضرتك مفعول به. ها الثقة تكسب. مفعول به. كده برافو يا بنات. كده البنات جم بقى. بص البنات هو بقى ميزة البنات هما بيعرفوا يجيبوا في الأسئلة السهلة بيجيبوا كتير.
تجادل عالم الحق ونظيره المتكبر. نوع الواو: العطف، الحال، المعية، الاستئناف. حال حضرتك متفق معاه؟ بنات قول اتفضل. حال برضه. انتوا برضه حال؟ انتوا دايما بتتفقوا على ايه؟ غلط. غلط طبعا غلط. الاجابه المعية. قرأت روايات نجيب محفوظ فقط. نوع الفاء: سببية، عاطفة، زائدة، استئنافية. سببية، عاطفة، زائدة، استئنافية. خمسة، أربعة، ثلاثة، اثنين، واحد. استئنافية. حضرتك متفقة معاه؟ حضراتكم ممكن تلحقوا تاخدوا نص النقطة. ها؟ يعني الإجابة هنا غلط. تقريبا عندها أي وجه. مفيش سماحات بقى بعد كده، خلاص تروحي اللي جاي على طول. زائدة. وليك نص نقطة. كده كده أربعة، ثلاثة ونص. السؤال اللي جاي من سورة الشعراء آية 136، بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا: سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. أوعظت في محل رفع مبتدا، نصب مفعول به، جر مضاف إليه، نصب حال. عندكم فرصة تعملوا ريمونتادا اهو، هم أربعة وأنتوا ثلاثة ونص. لا، ثلاثة والنص بتاعت الكاتب، يعني لازم تكملوها تاخدوا منهم حاجة. رفع مبتدأ، نصب مفعول به، جر مضاف إليه، نصب حال. نصب مفعول به. حضرتك متفق معاه؟ إجابة غلط. حضراتكم بنص درجة دي بأفضلية نص درجة. لو أخدتوا نص درجة هتلغوا نص درجة بتاعتهم. رفع مبتدا، جر مضاف إليه، نصب حال. لأنه طبعا الإجابة دي كانت مستبعدة من نصب الفول. جر مضاف إليه؟ غلط. لسه ليكم نص نقطة في الأفضلية. طبعا الإجابة الصحيحة رفع مبتدا. بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. إعراب كلمة مجدنا بدل مفعول به فاعل تمييز. بلغنا الوقت النهائي كده خلاص. 3 2 1. الإجابة بدل ولا مفعول به ولا فاعل ولا تمييز. هتبقى مفعول به. حضرتك متفقة؟ تقدروا تاخدوا نص درجة وتعادلوها. إجابة غلط، آسف. بدل
فاعل تمييز. تمييز. إجابة غلط. أنا مش هساعد بقى. إجابة صحيحة بدل صحيح. طيب الإجابة الصحيحة هي بدل. كنت عارفها في الأول صح؟ ثقة. إحنا كنا شاكين منين. عندك دايما الحكاية دي، عندكم دايما الحكاية دي، ثقة. أهم حاجة نستعيد الثقة، لأن الإجابة طبعا نص الإجابة هي الثقة. سؤال عند حضراتكم برضه، لسه عندكم مساحة. ولكل أثام الدنا مغفورة إلا الخيانة إثمها لا يغفر. إعراب كلمة كل، معطوف، اسم مجرور، مبتدا، خبر مقدم. ماشي كده، شكلكم اتفقتوا ولا ايه؟ نفكر فيها اكتر بس. يلا معاكم 10 ثواني كمان. مبتدأ. مبتدأ. بص يعني هقول لك، يعني انا في البدايه كده انا تعاطفت مع البنات بطبيعه الحال، اخواتنا وبناتنا يعني، فتعاطف معاهم لحد ما تعادلوا معاكم وتفوقوا عليكم. بس يعني بس انت دلوقتي مش بتجاوب، انت بتسالني وبعد كده بدات اتعاطف معاك، فقول لي دي اجابه ولا سؤال؟ انت بتقول لي مبتدا، اجابه ولا سؤال؟ اجابه ان شاء الله. اجابه ان شاء الله. واثق من الفوز؟ واثق. الفوز جالك بس شرب مبتدا، اجابه صحيحه. كده تعادلنا وليكم افضليه النص ده بتاع الكاتا عشان لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان. إعراب كلمة نقصان، فاعل، خبر، مبتدأ، مضاف إليه. ولو ركزوا هتجيبوها بسهولة. كده عندنا إجابة. ها تبقى خبر. خبر حضرتك متفقة معاه؟ حضراتكم عندكم فرصة. مبتدأ. مبتدأ. ده إيه الثقة دي؟ إيه الجامد ده؟ ها؟ ده الثقة على طول. ها؟ الظاهر طبعًا، أهل الظاهر. ها؟ الدرجة معاك. برافو. كده 5-4. عندنا بقى هي شوية أسئلة يعني إن شاء الله تكون سهلة إن شاء الله. السؤال لحضراتكم، الدور عليكم. طيب. المدرسة الأدبية التي استعملت الرمز لتتمكن من استنباط دلالات جديدة من القصيدة، الديوان ولا أبولو ولا الواقعية ولا المهاجر؟ المدرسة الأدبية التي استعملت الرمز لتتمكن من استنباط دلالات جديدة من القصيدة. السؤال قدامكم على الشاشة. المهاجر. إجابة صحيحة. برافو. كده أنتوا بقيتوا 6-4، ده أنتوا عديتوا كده.
المدرسة الأدبية التي مزجت التصوير بالرمز، الديوان أبولو الواقعية المهاجرة. عاوزين نبقى 6-5 كده بيبعدوا. واقعية. إجابة صحيحة 6-5. ده جاي لكم مش سايبينكم يعني. طب الأسئلة دي سريعة لازم نجاوب عليها بسرعة بقى. الصورة البيانية التي يجوز فيها إرادة المعنى الأصلي، المجاز المرسل، التشبيه الضمني، الكناية عن صفة، الكناية عن نسبة. إجابة التشبيه الضمني. إجابة غلط 6-5. عندكم فرصة تعوضوا، عندكم فرصة تعوضوا. يلا يا بنات عندكم فرصة تعوضوا. أكثر الصور. لا خلاص احنا ما عندنا وقت ان احنا نلاحق بعض. يلا عندكم من دي أسئلة سهلة كلها. أقصر الصورة البيانية مقدرة على مخاطبة حواس المتلقي، الخيال الجزئي، الخيال المركب، الخيال الممتد، الخيال الكلي. وده آخر سؤال على فكرة. وستة خمسة يا بنات عندكم فرصة تتعادلوا. بنقول إن هي الخيال الكلي. الخيال الكلي؟ متفقين؟ احنا كنا وصلنا ايه؟ كنتوا 6 وهم 5 وانتوا الافضليه بتاعتكم راحت. فكده موقف يعني ستة. كده تعادل. طب هو ده سؤال لحضراتكم والأسرع هو اللي هيجاوبه لأنه ده سؤال الفاصل اللي هيحدد الفريق الفايز. واللي هيجاوب هيجاوب بسرعة وبصوت عالي عشان يعيش الكسول غير مقدر. إعراب كلمة غير، خبر بدل نعت حال. حال 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 حال. حضرتك شايف إيه؟ هي الحالة خلصت. نشكر حضراتكم جدا في هذه الحلقة المميزة من برنامج مصر تستطيع. وقبل ما بنشكر حضراتكم وقبل ما بنقفل الحلقة بنقول ان اللي فاز النهاردة فريق احمد شوقي. شكرا يا بنات. طبعا الاجابه حال. شكرا جدا يا بنات. شكرا يا اولاد. طبعا اجتهدتوا وانتم كنتوا متفوقين في الاول يعني. ودي كانت اول حلقه من سلسله حلقات المراجعه او مراجعه ما قبل الامتحان في الثانويه العامه. عندنا حلقات كتير جدا ان شاء الله وهنراجع مع بعض المواد كلنا ونتعلم مع بعض ونتسلى مع بعض. شكرا جدا لحضراتكم
بشكركم جدا، بشكر حضراتكم جدا، بشكركم قوي ان انتوا جيتوا الاستوديو وشاركتوا معانا المذاكره والتسليه واللعب، وممكن تكون المذاكره برضو لعب وتسليه وحاجه مفيده ومهمه. بشكر حضراتكم جدا.